قتل، قطع رأسه، داست الخيل على صدره بشهادته. أحيا الإمام الحسين عليه السلام هذه الأمة، وبقي هذا الدين مستمر، وراية الإسلام خفاقة إلى يوم القيامة. ويولد الحسين عليه السلام يوم القيامة عندما يبعث إلى الله سبحانه وتعالى حيا، فيكون في جنة الله عز وجل سيد الشهداء وسيد شباب أهل الجنة، ويشفع لجميع شيعته ومحبيه ومواليه ولمن أقام مآتمه ومجالسه وبكى على مصابه وزاره وكل ما تعلق به في عالم الدنيا. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لإحياء هذه المآتم، وأن نكون في عالم الدنيا على خط الحسين، وأن نرزق زيارة الحسين في الدنيا وشفاعة الإمام الحسين. نحول طم وغرى يا حالات يومية، فين الصلاة مو بيدي، هم أقرى لطمية، هم أقرى لطمية، هم أقرى لطمية. ما ترضى تخفى عيوني سهرانة ليلية، والقعدة ما تحلالي إلا بحسينية، إلا بحسينية، إلا بحسينية. يوم ما رايح جيت أودعك، هاي يما جيت أشوف شلون وضعك، آية يما وامسحي بإيدي على ضلعك. قومي ليا يا الحبيبة ودعيني، قومي ليا يما مشتاقة إليك عيني، قومي ليا راحل أنا ويا بنيني. والله يقلها مشتاق أشوفك قبل ما أرحل يا زكي يا